left ventricular absorption. Diffusion, over diffusion, ultrafiltration and back filtration, convection, absorption. وبعدين بسطرين نكتب transmembrane pressure. Back filtration, diffusion, back diffusion, convection, ultrafiltration, back filtration, absorption, transmembrane pressure. ايه ده؟ كل دي كلمات هتخرج ان شاء الله من المحاضره دي عارفها. ممكن تكون عارف جزء منها؟ ممكن تبقى عارف جزء منها الى حد ما مع الوقت ايه مبسطه. هنبسط البرنسبل اوف هيموداياليسيس لانه في كميه فيزكس مش محتاج ان كنت تعرفه. معلش نقفل الانوار ال Hemodialysis is a filtration therapy remove toxins by clearance نشوفها ازاي by filtration and by absorption. يبقى التارجت of hemodialysis is removal of toxins by diffusion او clearance by filtration and by absorption. في كثير من الاحوال في الهيموتايا فلتريشن الادزوربشن يمثل 17% من الريموفال نتيجه عوامل على الفلتريشن ثيرابي والادزوربشن اون ذا ميمبرين من الهاي بريشر. هنشوف كلمه فلكس او بيرميابيلتي فلكس او بيرميابيلتي الاثنين قريبين من بعض يساوي المولكيولز ريموفال. اما سمول يبقى لو فلكس، اما لارج او ميد المولكيول يبقى هارد فلكس. الاف دي اي بتقول لو بيرميبل وهاي بيرميبل على الووتر ريموفال. فلتر شيل ووتر كتير بنسميه هارد بيرميبل وفلتر يشيل ووتر اقل يساوي لو بيرميبل. عشان ما انتوش خلينا في الفلكس انه اسم كومن لو فلكس اند هاي فلكس. الهيموداي فلتريشن از ان اديشنال سبيسيفيك تكنيك. البيرميابيلتي او الريموفال او الدياليسيس يعتبر جلوميرولار ريبليسمنت ثيرابي نون تيوبولار فانكشن يعتمد على الفلتريشن. الفلتريشن تساوي البلاد لاين رايح لفلتر يحصل الفلتريشن فيه ويرجع تاني للبيشن ان ا كونتينوس تكنيك مدته 4 ساعات. اول جمله هنعرفها النهارده وات از ذا بروسيسد فوليوم اوف بلاد. مين ده؟ لو انت شغال بره مصر وهتيجي تقول الدهالس السيشن دي 80 لتر او 90 لتر او 100 لتر. بروسيس فوليوم اوف بلاد تساوي هاو ماتش فوليوم اوف بلاد باس على الفلتر فور فلتريشن. نحسب واحد ماشي على بلاد بامب فلو 300 مللي بير مليت في 60 دقيقة يطلع 18 في 4 ساعات يطلع 72 لتر. يبقى الفوليوم اوف بروسيس بلاد ان ذيس دايس ستيشن كام لتر؟ حاجه
ماشي على بلاد بامب فلو 400 في 60 ادي 24 في 4 ب 96 لتر اوف بروسيست بلاد. يبقى ده يو كان كوانتيفاي دايليسيس ستيشن باي فوليوم اوف بلاد از ا هول باس ثرو ذا فلتر. بتسميه فوليوم اوف بلاد بروسيست فور فلتريشن. سهله؟ الاكسترا كوربوريال سيركت زي ما اتفقنا از اناتوميكال فانكشن بلاد تيوبينز من فاسكولار اكسس بلاد بامب سيجمنت دايلايزر كونكتور ودايلايزر بريشر مونيتورز ارتيريال نيجاتيف فينوس بوزيتيف وعندي سبيشال مونيتور ما جبناش سيرته لسه هو ترانس ممبرين بريشر بيقيس ايه؟ بيقيس البريشر انسايد ذا دايلايزر. يبقى عندي ارتيريال نيجاتيف بريشر فينوس بوزيتيف بريشر وترانس ممبرين بريشر انسايد ذا دايلايزر. هنشوفه بالتفصيل. ده سنجل فايبر باثوي او بلاد فيها بلاد سايت وفي ايه دايلازيت سايت ادي بلاد وادي دايلازيت مفصولين عن بعض سيبريتد باي اداليسيس ممبرين. لاول وهله هتلاقي ان الدايلازيس ممبرين هنا البورز اللي بره غير البورز اللي جوه صح واسعه بره وضيقه من جوه وده اللي بنسميه اسيمتريك ممبرين. ليه اسيمتريك؟ لان البورز الخارجيه اكبر بكتير من البورز الداخليه. البور الداخليه او اللي ملامسه البلط دي بنسميها السيفنج لاير اللي هي بتحدد ايه التوكسنز مولوكيول اللي هتخرج. لكن وانس انها خرجت بتلاقي السكه ايه؟ واسعه. البورز دي خطورتها ان انا لو عندي اند توكسنز هنا can be transmitted من الدايلازيت الى الايه؟ البلاد. الاسيمتريك دايلازيس ممبرين هو ده الممبرين هنقوله بالتفصيل لكن عندي بلاد سايد وعندي دايلازيت سايد. يبقى البلاد سايد والدايلازيت سايد ما بينهم الممبرين. الممبرين يوجوالي السيكنس بتاعه حوالي 40 مايكرون تقريبا زي الشعرايه بتاعت الراس. الفلكس قصة تانية أو البرميابيليتي قصة تانية. لو اعتبرنا ده الانترنال لاير اوف ذا ميمبرين هلاقي إن في بور دايمتر اللي إحنا قلنا عليها ما تعديش فيروس سي الرينج بتاعها مختلف ما بين اللو فلكس هاي فلكس مين فيهم فوقيهم بعد كده؟ سوبر فلكس مين بعد كده؟ ميديم كات أوف وبعدين هارد كات اوف وبعدين فوقيهم كلهم بقى ايه؟ البلازما فلتر. كل ما زاد البور دايمتر زاد الفلكس وزاد الالترا فلتريشن كوفيشنت او كميه الووتر كتير الووتر. لما تيجي تقول لي فيروس سي قد كده هيعدي زي ما البورز؟ مش هيعدي الا اذا الفايبر اتقطع. ده اللي بنسميه بلاد ليك او عن طريق التي ATP أو Transducer Protector. عدد البورز في الجزء المربع ده بنسميه بور ديستي. ممكن ميمبرين يبقى مليان بورز كتير يبقى يعمل كليرنس. مقاس البور في الميمبرين ده بنسميه بور دايمتر. يبقى في بور ديستي وفي بور دايمتر. السوليدز الموفن تعتمد على الموليكيول ك
can pass or not passing the core diameter. In beta 2 microglobulin, the core بتاعتها diameter بتاعتها حوالي 3.8. هتعدي ازاي من الفلوكس؟ ما تعديش. ممكن البيتا 2 مايكرو جلوبين يتشال جزء منها بسيط اثناء اللوفلكس عن طريق ايه؟ ادزوربشن على الوجه. لكن نيفر لا تو باس ثرو ذا بوز. البرنسبلز اوف هيموداياليسيس الفايده تو ريموف اكيوميليتد ميتابوليك ويست برودكتس تو كوريكت بلاد الكترولايت بوزيشن باي مين اوف change between the patient blood and dialysate fluids or to remove excess fluids by means of ultra filtration. نيجي على الهامش اللي احنا كتبناه من شويه. اول حاجه فيه بنسميها diffusion. Diffusion in physics هو movement of solids من ال high concentration الى ال low until equilibrium لغايه الاثنين بيتعادلوا مع بعض. الكونسنتريشن العالي يروح للكونسنتريشن القليل لغايه الاثنين ما يتساوي. وبالتالي كدياليسيس بريسكريبشن لازم كونتينوس بلاد فلو وكونتينوس دايلازيت فلو عشان يبتدي يحصل الديفيوجن بروسيس، لان لو سبتهم الاثنين واقفين وانس ان هو عدى هيحصل ديفيوجن والاثنين يبقوا في ايكوليبريم ويقف الديفيوجن. واضح؟ يبقى عندي diffusion بعد كده عندي convection ultra filtration. الديفيوجن بنسميه counter current blood dialysate flow. يعني blood flow in one direction with dialysate flow on the opposite direction. ليه on the opposite direction؟ to ensure ان في concentration gradient. وهندي example المره الجايه السلايد الجاي. دايما الدايلازيت فلو اكتر من البلاد فلو. يعني لو عايز تمشي على بلاد بام 250 300 اوكي 500 دايلازيت. هتوصل 400 و450 دايلازيت بلاد فلو لازم تعلى بالدايلازيت ل 800. هل دي فاسيلتي موجوده او في هيموداليس ماشين ممكن امشي دايلازيت 800؟ البلاد بامب فلو 400 420 وارد تستخدمهم، بس هنشوف تستخدمهم امتى. انت مش فاكرين. لما تيجي تشوف بقى الكاونتر كارنت سي بيشنتس ويز يوريا 100 داخله البلاد قبل الدايلازيت هنا كام؟ 75. ليه؟ لان هو داخل الدايلازيت من هنا كان زيرو. وقاعد طول اللونج جيرني اللي جوه الدايلايزر يحمل فيه توكسنز. وصل من 100 وصل ل 50 في النص قبل ما يخرج للبيشنت بتاع كام؟ 25. يخش الدايلازيت زيرو يقابل مين؟ ياخد شويه يوصل للميد ال 50 يوصل لاخر نقطه في ديفرنس ما بين الاثنين. لو هو داخل 100 وهنا زيرو مش هيحصل الجريدينت اول ثرو دي فايبرز. يبقى عشان يحصل كليرنس باي ديفيوجن محتاج حاجتين. محتاج نمرة واحد جريدينت فرق ما بين الكونسنتريشن اول ثرو، ومحتاج كونتينوس فلو. واحد من الدكاتره قال لي وسمعتها كتير جدا قالوا لي ندخل الاثنين عكس بعض، بس ندخل البلاد من تحت والدايلازيت من فوق. هل هيبقى في جريدينت؟ هيبقى في جريدينت يعني الاثنين كاونتر كارنت. لكن المشكلة لما تدخل الدايلازيت فوق هيدخل بالبابلز بتاعته اير، هيعمل لك اير. لأنك أنت بتحط مية، غير لما بتملى مية من تحت لفوق.
لما تملى ميه من تحت لفوق اوتوماتيك بتطرد الهواء. طب لو دخلت ميه من فوق لتحت هيبقى في بابلز. بابلز دي معناها ايه؟ ان الفايبر في اجزاء كتير جدا ما حولوش دايلازين، ما حولوش ايه؟ لانه في بابلز جوه. هل ده يحصل ديفيوجن؟ So it's completely around the technique. بيعملوا عشان ازود الفلتريشن فورس. لان البلد هو طالع في صعوبه ان هو يطلع فيبتدي يزود الالترا فلتريشن او الضغط. لكن ده على حساب الاديك سيو بتاعك. فدي خيبه. واضح؟ فنيفر انك انت تو يوز دايلازين من اباف بيلو لان هيبقى في ووتر بابلز كتير جدا 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 جوه الهاوس جوه الفلتر وبالتالي اجزاء من الفايبر حواليها هواء ما حولوش دايلازين. يبقى ده الكاونتر كارنت لو ادينا المثال كده. نفس الحكايه الدايلازين في البلاد بلاد فروم ذا بيشنت ودايلازين من تحت هنلاقي ان الكونسنتريشن فاري. الدايلازيت فلو في الهيموداليس ماشين بالساتايل. لو شفت الفلو ميتر هتلاقي ان هو كل شويه بتدخل شويه دايلازيت. ريت 500 مللي بير مينت وهتلاقي بابلز. هتفل لك الفلو. جرب. يعني جرب حط الدايلازيت ايه من فوق انا بشوفه. أنا بشوفه في الوحدات، أول ما بخش بعرف إن الدايلازين مقلوب. أجي أبص كده ألاقي الفلتر ده فيه هواء في الهاوس. انتشنالي ولا باي مستيك؟ لو سمحتم خليك ماشي على الجود سايز. مش ماشي على ريكومنديشن وات ايفر الريكومنديشن دي من أي حد. عشان الاير ده جاست فيو مينيت عشان اطلع الاير من البلاد سايد. لكن ما مشيش على كده. لكن ما مشيش على كده. عندي 3 كيو يا اما احط لهم بي يبقى بلاد يا اما احط لهم دي يبقى دايلازين يا اما احط لهم يو اف يعني ريت الترا فلتريشن ريت. Q B blood pathway flow. Q D dialysate pathway flow. Q U F يعني ultrafiltration rate كام ملي بير مينيت. Blood flow 300 400 ملي بير مينيت. Q D 500 800 ملي بير مينيت. Ultrafiltration rate أو Q F تعتمد على ultrafiltration profile أنت ماشي عليه العيان. 20 لتر في الدقيقة 30 40 وات. خلي بالك من جزء مهم جدا في majority of cases of extensive clotting في الدايلايزر هو recirculation. recirculation لما بيبقى في stenosis في الارتيريو فينوس فيسترا بتعمل الارتيريا لمب بتسحب ده blood flow يرجع على الفينوس لكن في stenosis هنا فيبتدي يحصل ان الفينوس اللي راجع مش بيروح على الهارت جزء منه بيرجع تاني على الهيموداليس ماشين. ده بنسميه ريسيركيليشن. طب هو ليه بيحصل كلوتنج؟ لانك انت قاعد بتعمل الترا فلتريشن وتسحب ميه من فوليوم واحد من الدم وبالتالي يحصل هيمو كونسنتريشن وكلوتنج. طب انا عارفها ازاي؟ كلنا في الوحدات بتاعتنا لازم تو اكزامن ارتيريو فينوس سيستم وتشوف الفلو وممكن تبعت تعمل عيان دوبلكس. ان بارتيكولر ان العيان ده معروف انه عنده مشكله كلوتنج مستمره على الدايز. ده بنسميه ريسيركيليشن وده الكومنست فايندينج في الان اديكوت دايزز على الرغم انك انت عملت كل حاجه كويسه في جبت له فلتر كويس وعملته كويس وبلاد فلو كويس ولسه الكي تي اوفر في واطي قوي الالترا فلتر واليوريا ريدكشن ريشيو ده بنسميه
ريسيركيليشن نتيجه ستينوزس في الفيسترا، وبالتالي البلد فلو وهو راجع مش بيعدي على الهارت، لا بيلاقي ستينوزس فبيرجع تاني. هو رول اوف 6 طبعا في الاكزامينشن، لكن هو مش هتلاحظها غير في الكلينيكال ابلكيشن. او تعملوا لابراتوري تيست وليها 3 بوينتس قصه ثانيه. طبعا الكارثه اللي بشوفها تاني في وحدات الكلى الصناعي عشان الجلسه تعدي، في الكاتر الارتيريال لمب ما بيجيبش بلط، والفينوس لمب هو اللي بيجيب بلط، وخلي الليله تعدي على ابو هاب مش كده؟ اسحب يا بنتي من الفينوس ورجعها في الاحمر وقليل عدد وكله مبسوط ومرضي والحمد لله رب العالمين، والجلسه ايه؟ تمت بخير. انت خدت من الفينوس لمب ورجعت في الارتيريال لمب، عملت ريسيركيليشن، قللت الفانكشناليتي اوف ذا هيلث ستيشن اتليست 25 to 30%. Is it common؟ لا طبعا لازم تبقى common. يعني من الناس اللي هي مش فاهمه. بليز افويد. يبقى ده كده على طول فيها ناس. في فرق بين هاي افيشنت وهاي فلكس. اوعى الاثنين يتلفلوا معاك. بتلاقي الفلات اللي هي مكتوب عليها هاي بيرفورمانس. وفلات مكتوب عليها هاي فلكس. الفرق ايه؟ ان الهاي افيشنت هو البور دينستي كويس فالكليرنس كويس، لكن الهاي فلكس البورز اوسع فبتشيل ميدل مولكيولز. يبقى الهاي افيشنت او هاي بيرفورمانس ده الترديشن اللي بيتقال على اللو فلكس لما بيكون الكليرنس اوف يوريا بتاعته عالي. الهاي فلكس معناه ان البورز تسمح بمرور الميدل مولكيولز. يبقى هاي افيشنت او هاي بيرفورمانس جاست افلتر ويز بيرفورمانس كويس فور اليوريا. وعشان تشتري دماغك كل الفلاتر اللي موجوده في الوقت الحالي بقت هاي بيرفورمانس. نو سوبريوريتي. كله بيشيل يوريا افيشنت. لكن هاي فلكس ده قصه ثانيه. لو في امريكا هقول لك عليه هاي كارديو ميمبرينز، لو في مصر هقول لك عليه هاي فلكس ميمبرينز، تمام؟ لكن هما الاثنين يعتمد على البور دايمتر تقدر تشيل او لا تشيل او ما تشيلش الميدل مولكيولز. ما هو كله عشان كله دلوقتي هاي بيرفورمانس. خلاص كان احنا عديت ال 1.3 1.6 واليوريا كليرنس بتبقى 180 190 والكي او اي فاليو بتاعته بتبقى معديه ال 700. خلاص ما توجعش دماغك. ما حدش يضحك عليك يقول لك ده هاي بيرفورمانس، قول له عايز هاي بيرفورمانس. او ده هاي بيرفورمانس في اغلب الفلات العاديه. هو في الاخر مين؟ نو فلكس. عادي جدا يعني. فكلام الشركات لازم واخد بالي منها من ساينتفك باك جراوند. واضح؟ زي الفلتر اللي قريبه دخل ده من تحت وده زيت من فوق. تمام؟ هو كلام نون ساينتفك اتول. الكليرنس الديفيوجن تعتمد على الموفمنت of solids من الـ blood to the dialysis pathway. عندي Q احنا blood flow. Q blood inlet concentration blood inlet و Q blood out و concentration blood out. هو اللي داخل QB هنا هيخرج من هنا ولا لا؟ ملوش سكة تانية. دخل 300 هيخرج من الناحية التانية 300. لكن مش شرط اللي داخل بـ 100 مللي جرام يوريا يطلع من هنا 20. يطلع 30 ويطلع 40 تعتمد على عوامل اخرى. ففي فرق ما بين البلاد فلو والكليرنس. الكليرنس اللي هو ده اللي ده. طب ايه الفرق ما بين الكليرنس واليوريا ريدكشن ريشيو او كي اي اوفر في؟ بالظبط كده. كلمة كليرنس هو الفرق ما بين التركيز اللي داخل واللي خارج
من الفكر. وده اللي هتلاقيه مكتوب في الكتالوج الانفيترو كده. كي دي اوفر في او يوريا ريدكشن ريشيو هو الفرق ما بين اليوريا كونسنتريشن قبل الجلسه واخر الجلسه. يبقى الكليرنس الكونسنتريشن فرق ما بين اللي داخل واللي خارج من الفلتر. اليوريا ريدكشن او كي دي اوفر في هو الفرق ما بين اللي داخل الجلسه واللي خارج من الجلسه. الاربع صح. تحت لو بريسكرايبد في الكليرنس فاليو دي في كل كتالوجات اوف باس لازم اكتب لك كليرنس فاليو وكل ما يزيد البلاد فلو يزيد الكليرنس فاليو. الكيو دي اللي هو كونسنتري اللي هو الدايلازيت فلو بالكونسنتريشن اللي داخل واللي خارج منه. مهمه جدا جدا دي تعالوا بقى نفهمها واحده واحده. الفرق ما بين اليوريا والبوتاسيوم والاثنين very small solids. البوتاسيوم كمان اصغر من اليوريا. اليوريا موجودة في البلازما صح؟ وموجودة في الريد بلاد سيلز صح؟ وموجودة في التيشو. البوتاسيوم موجود في البلازما موجودة في السيلز وموجود في الانترستيشن صح؟ والاثنين حجمهم صغير والاثنين يعدوا من اصغر بور في اي ممبرين في الفلاتر. لكن الاثنين ليهم معاملات مختلفة تماما في الدارس. ببساطة شديدة بنسميها السوليد سوليبيليتي اندكس. مش مهم الكلمة المهم تفهم. اليوريا اللي داخلة الفلتر بيتشال من البلازما ولا بيتشال من السيلز؟ من البلازما. لكن عقبال ما البلاد يعدي نص الفلتر الريد بلاد سيلز بتلحق على طول تطلع اليوريا اللي فيها. تروح فين؟ لازم فتتشال ولا لا؟ فعشان كده الديفيوجن بتاع اليوريا سريع جدا وعالي جدا وهو ده ما هو ده يعتبر الماركر اوف دايلس اديبوس. البوتاسيوم مشكله لان البوتاسيوم بيعتمد على بوتاسيوم صوديوم بوند. بتشيله من البلازما ولا بتشيله منين؟ هل الريد بلاد سيلز تطلع البوتاسيوم بتاعها؟ حليني بعد الجلسه كده. مش اثناء المرور في الفلتر. وبالتالي الريباوند بتاع البوتاسيوم بوست دياليسيس اكبر بكتير جدا من الريباوند بتاع اليوريا بوست دياليسيس. تعتمد على الديفيوجن اوف سوليدز من البلاد للبلازما سرعته قد ايه واستجابته قد ايه. يوريا وانس دخلت الفلتر تيجي ريموت في البلازما تعدي بسرعه وتطلع يجي على طول الريد بلاد سيلز يرجع البوتاسيوم اضعفهم كمان معاهم الفوسفات ضعيف جدا في الموفمنت واللي بعد اليوريا على طول في الديفيوجن اسرع شويه بس اقل كام 20% هو الكليرنس. عشان كده لما تيجي تعمل يوريا ريدكشن ريشيو وكرياتين ريدكشن ريشيو هتلاقي دايما الكرياتين ريدكشن ريشيو اقل من اليوريا. ممكن تحقق اليوريا 65 وتلاقي الكرياتين 55. وعشان الكرياتين اكبر من اليوريا هما الاثنين صغيرين جدا. لا لكن عشان الديفيوزابيلتي من التيشو من الريد بلاد سيلز والاخره اقل بكتير جدا من اليوريا بحوالي 20%. عشان اعمل اديكوال دياليسيس محتاج 5 ستيبس. Good vascular access متفقين؟ ما اضطرش ان انا اقلب ارتريت فين، ما اضطرش ان انا يبقى عندي ستينوزس. نمره 2 عندي فلتر يا سلام لو هاي فلكس بالبريد يا سلام لو السيرفس اريا بتاعته كبير. عندي بلاد بامب سبيد كويس ولا عالي قوي زي الامريكان 450 و500 ولا واطي قوي زي التشاينيز وهو الاخر فار ايست 200 مللي بير مينت 300-350 is enough. وعندي كمان frequency وديوريشن ودي عندنا مشكله فيها في مصر. واكيد كلنا بنشوفها. جلسه الاثنين والثلاث العيب بيجيها على مرض. صح؟ ده الفريكونسي.
الديوريشن بعد 3 ساعات العين بيبتدي يقلص عايز يقوم. لو الدكتور قال له ما تقومش هيضحك عليك كلام بقى اي دماغي قلبي وجع ضربات قلبي مش قادر هموت فانت تخاف تروح فجاه. فالمينيمم دايلسيس دوز مش هتكلم على انكريمنت هتكلم على مينيمم دايلسيس دوز is 3 sessions per week, 4 hours per each dialysis session. أقل من كده؟ كده مشكلة. The membranes can remove easily the small solids. بس هنا إيه؟ Reduction ولا clearance؟ Clearance. لكن reduction تعتمد على نوع solids. Phosphate ولا calcium, phosphate ولا potassium ولا ولا. Can remove the middle molecules, لو high flux أو high pill. هاي افيشنت هيفضل هنا في المرحله دي وريدلي ريموف البروتين باوند توكس يشيل منها ايه الفري باوند هنقولها في الجدول الثاني. كل ما زاد الهيماتوكريت قل الكليرنس والبرفورمانس بتاعت الجلسه من 20 ل 40%. يعني انا لو عين عندي الموبيل بتاعه 8 الريدكشن ريشيو بتاعته تبقى احسن من واحد الموبيل بتاعه 12 لان البلازما فوليوم في العيان الكرياتين بتاعه 8 اكبر بكتير جدا من البلازما فوليوم للعيان الكرياتين اللي الهيموجلوبين بتاعه 12 مش هايبرفوليك هو هيماتوكريت نسبه الار جي سيز الى نسبه البلازما فوليوم كليرنس بيحصل من ايه؟ من البلازما فكل ما زاد الهيماتوكريت قل الكليرنس يبقى تاخد بالك العيان الهيموجلوبين بتاعه 12 محتاج بلاد فلو اعلى شويه محتاج نص ساعه زياده شويه محتاج دايلايزر بيجر سيرفيس اريا شويه لان هو اوتوماتيك اقل من 10 ل 15 ل 20% عن اللي جنبه اللي الهيموجلوبين بتاعه 8 هو ويل هيلثي بس محتاج مور ادكسي واضح؟ كليرنس زي ما اتفقنا هي كونسنتريشن ديفرنس ما بين ان والاوت لكن ادكوسي هو الفرق ما بين بري اند بوست دايز يبقى لما تيجي تقول الدايزر ده ادكوت لا اقول لك ده بيرفورمانس لكن دايز سيشن ادكوت ولا لا بس ايه الجلسه مباشره ولا جلسه قبل الجلسه مباشره وبعد الجلسه عشان ما يحصلش يعني استنى شويه عشان الريباوند وتقسم الاثنين ما بينهم وتطلع الكي دي اوفر في او يور ريدكشن مش اتس نونسنس ان انا اعمل للعيانين كلها بري دايسيس بانو كرياتين ولا هو ليه فايده واحده علقني بقى معلومه جديده لو لقيت اليوريا تو كرياتين الريشيو اكتر من 7.5 ده معناه العيان اللي عنده مالنيوتريشن. يعني واحد الكرياتين بتاعه 5 واليوريا 150. يوريا تو كرياتين الريشيو. فالمفروض الكرياتين بتاعك يبقى حوالي 7 لان ده يمثل المصل ماس. كل ما زاد الكرياتين تو يوريا عيان بالي اليوريا بتاعته 80 او 90 والكرياتين بتاعه 10 بتتكلم حوالي 8 او 9 ماشي الحال. لكن لما تيجي تلاقي عيان اليوريا بتاعته 180 والكرياتين 4 ده لازم هتلاقيه عنده مصل ويست. لكن الفاليو بتاعها ما هوش سيجنيفيكت. احنا خلينا عشان نقول اديكوت هيمو دايلس محتاج يوريا ريدكشن ريشيو او كي دي اوفر بي. لكن بري دايلس مش لازم. الدايلايزر فلكس ممكن السيرفيس اريا هنقولها دلوقتي وصلت كده لواحد 34 ها؟ واحد 34 ميكسنج يعني ما
بعد ما قلناها المفروض ده افضل ده الكليرنس زي ما اتفقنا باي ديفيوجن عكس الديفيوجن اللي هو من الدايلازيت الى البلاد بنسميه باك ديفيوجن نرجع تاني للهامش هنلاقي في كلمه اسمها ديفيوجن موفمنت اوف سوليد فروم ذا بلاد سايت تو ذا دايلازيت سايت صح باك ديفيوجن او موفمنت اوف سوليد من الدايلازيت الى البلاد سايت مفيش حاجه تمنعها لو التركيز مختلف ما بين الاثنين وهو حاجه مشهوره جدا 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 بيحصل فيها هو البايكربونيت مش البايكربونيت في الدايلازيت يخش على البلاد ده بنسميه ايه؟ باك ديفيوجن لو كالسيوم عالي في الدايلازين مش هيخش على البلاد يعتبر باك ديفيوجن لو عنده توكسن في الدايلازين ودخلت على البلاد اسميه ايه؟ باك ديفيوجن يبقى اي حاجه موفمنت من البلاد دي الدايلازين بسميه ديفيوجن لو دخلت من الدايلازين الى البلاد بسميه وصلت دي نمره كام؟ في الهامش بتاعنا اتنين لسه شويه الممبرين بورز هو اللي بيحدد زي ما اتفقنا المولكيولز هو ده اللي بيحدد مينلي 90% الموفمنت اوف مولكيولز لو البور تسمح ولا لا اند بروفايدد اتس كونسنتريشن جريد لكن مثلا لو جينا على البيتا 2 مايكرو جلوبين مش هتقدر تعدي لو البور دايمتر صغير بغض النظر عن الديفيوجن. السيلز نفسها البروتينز نفسه مش قادر يعدي طالما البور دايمتر قليل. يعدي امتى؟ البروتينز دي كلها بلازما. طب والبلازما تشيل موليكولر ويت قد ايه؟ 66 ده قالوا طب ما الهيموجلوبين اكبر. 2 مليون موليكولر ويت. اليوريا كام؟ الفوسفيت كام؟ الفيتامين بي 12 1350 الانو 5000 البيتا 2 مايكرو جرام 11800 الالبومين 68000 الاميونوجلوبين عند اباط بتوصل 2 مليون هو الحاجه اللي عينك تشيلها بلازما فلتر ايه؟ كل ده يعتمد على البلين بورس يبقى الديفيوجن موفمنت من هنا لهنا او العكس باك ديفيوجن لغايه ما يحصل ايكوليبريم لكن ما بيحصلش ايكوليبريم لان هو بيبقى فيه على طول كونتينوس فلو. ديفيوجن از باي دايركشنال فروم ذا بلاد تو دايلازيت بيساوي ديفيوجن او كليرنس او من الدايلازيت للبلاد بتسميه باك ديفيوجن يبقى في ديفيوجن وفي باك ديفيوجن. الديفيوجن بتفرق او كل ما كان حجم السول الصغير كل ما كان اكتر كل ما كان الممبرين رفيع كل ما كان احسن كل ما كان الكونسنتريشن اعلى ديفرنس كل ما كان احسن يعني عيان كرياتين اليوريا بتاعته 180 الديفيوجن هتبقى اكتر من عيان اليوريا بتاعته 90 لان الكونسنتريشن فرق ما بين هنا وهنا ايه؟ كبير الديفيوجن ده هازارد موفمنت ملوش علاقه باي حاجه جاست ان هو سمول وي موف من اعلى الى الاقل في الكونسنتريشن في ريزيستنس او لو الممبرين مش حلو او ثيكنس عالي جدا او المولكيول كبيره كل ده يخلي الديفيوجن اقل يعني الديفيوجن السمول يبقى افضل من اللارج الديفيوجن في الهاي كونسنتريشن قوي للو كونسنتريشن اكتر لو كان التركيز اللي انا بادي بيه اكتر بلاد يوريا 180 ديفيوجن فيها سريع جدا عن بلاد يوريا 80 كرياتين اكبر شويه من اليوريا فوسفيت اكبر واكبر الفيتامين بي 12 اكبر واكبر وبالتالي يقل الديفيوجن بروسيس مع زياده حجم البروتينز طب تعال نشوف بقى الكونفكشن استنى شويه على كيو اي الكونفكشن الكونفكشن ده البيسك therapy of high flux and the hemodialysis perfusion. Convection is movement of molecules مع مية مع وضوء
تمام؟ لو زودت البريشر يزيد المومنت، لكن لو من غير بريشر هو كده كده هيخرج كبيزك. يبقى movement of water and solids مش concentration rigid by water movement. مثل ليها البسيط، انا لو عندي small solids رمل صغير وموليكيولز اكبر شويه، ال small solids هتعدي بسرعه by diffusion، اللارج سوليد محتاج ان انا تو موف باي ووتر، هزقها عشان تخرج باي ووتر. باي ووتر موفمنت اوبليجاتوري ووتر لوس في الهاي فلكس بالانس. الهاي فلكس عشان البرين بورز بتاعته كبيره فبيبتدي يحصل لوس اوف ووتر اوبليجيشن، بيعمل باك فلتريشن عن كده. لكن ان جنرال براكتس convection يساوي movement of solids by water. طب العيانات ما عملتش ultra filtration برضه obligatory. هاي فلكس هقول لك حاجة، محتاج flow ومحتاج removal of middle molecules. الفرق ما بين الهاي فلكس وال HDF ايه؟ الهاي فلكس فيه diffusion ولا لا؟ دول هاي فيه الهاي فلكس دي كونفكشن ولا لا؟ لان البورز تسمح وفي ووتر موفمنت كامل. الهيمو داي فلتريشن فيه ديفيوجن اه واوجمنتد كونفكشن، الكونفكشن فيه هنا عالي جدا. هو ذا بيسك ثيرابي اوف هيمو داي فلتريشن. هيمو داي فلتريشن ما هو الا هاي فلكس داياليسيس، لكن بشيل ميه كتير جدا جدا 25 لتر وبرجعهم تاني للعيان في الصدر. هما الاثنين نفس الكونسيبت اوف داياليسيس تكنيك، لكن الفرق ما بينهم شلت قد ايه ورجعت قد ايه. طيب ايه ده باللو فلكس مش فيه كونفكشن برضه؟ عن طريق الالتر فلتريشن ولا؟ نو كونفكشن لو فلكس. طب الالتر فلتريشن لان ليه النو كونفكشن؟ لان البور دايمتر مش هشيل منه الوكيو. ان شاء الله يا رب شلت من العيان 100 ازاز. هيزيد شويه في السمول فيري سمول لو احنا رجعنا ليه التقسيمه القديمه في الكيراميك توكسنز ان اكثر من 500 دالتون يعتبر ميدل وكيو. بس هيدخل معاك البي 12 ولا لكن تراديشنال عشان ما تتخبش، لو فلكس از ديفيوجن، هاي فلكس ديفيوجن وكونفكشن، هيمو داي فلتريشن ديفيوجن اند اوجمنتد كونفكشن. طب ايه ده بالالترا فلتريشن بقى بيعملوا؟ دي قصه ثانيه خالص. انا ممكن اسحب لك من العيان 100 لتر بفلتر لو فلكس من غير ما اشيل موديل مولكيول خالص، لان البورز صغيره. لا مش طب انا اسحب ماي يعني ووتر، الميكانيزم ده مش اسمه كونفكشن عن طريق لا اسمه الترا فلتريشن. يعني ده ميكانيزم لوحده ملوش دعوه بالكونفكشن. ريموفال اوف ووتر لوحده اسمه الترا فلتريشن. ريموفال اوف ووتر اند ميدل موليكيول بيساوي كونفكشن. وقت بيها فاكر؟ لازم ميدل موليكيول، لازم ميدل موليكيول، لازم طبعا. احسن فلتر بحاجه فلتر طبعا. الهيمو داي فلتريشن يعتمد على البلاد بروسيس، هناخدها في التفصيل في المحاضره الجايه، والفوليوم اوف كونفكشن والسبستيتيوشن. كل ما زودت السبستيتيوشن كل ما زودت الكلير، لان كل ما زودت سحب الميه كل ما زودت الكلير. يبقى السوليد فلكس وريموفر ريت ثرو ا بريشر جريدينت هو كونفكشن مش كونسنتريشن جريدينت. يبقى انا عندي ديفيوجن من اسفل معايا هاي لو لو اتعكست باك ديفيوجن. اندر بريشر عالي ووتر موفمنت بنسميه موفمنت اوف ووتر بس من الفلتر لبره بنسميه موفمنت اوف ووتر من الدايلازيت الى البلاد بنسميه باك فلتريشن. ثانيا ديفيوجن من ده مره من جوه البلاد صح؟ باك ديفيوجن من بره لجوه. الترا فلتريشن ووتر من جوه لبره. باك فلتريشن ووتر من بره هو مش ووتر هو دايلازيت من بره الى ايه؟ جوه. الممبرينز نفسها لو زودت الممبرين
اللي هو الاكسباندد هيموداياليسيس او ميديم كات اوف، انا بزود البورس بتاعت الممبرين فبيسمع بمرور بين المولكيولز اكبر شويه. يا ما اجي اسالك دلوقتي امتحان نظر وعندي ايه محاضره الاسبوع الجاي فيه ان شاء الله طبعا اكستندد هيموداياليسيس، حد سمع الاسم ده قبل كده؟ التاني اسمه اكستندد، عشان كده انا حاطط سلايد عشان عارف ان الدكاتره هتتلخبط. في حاجه اسمها اكستندد واكستندد، اكستندد ديوريشن اطول، اكستندد اكستندد معناه ان انا بشيل ميدل موليكيول اكبر شويه من التشال في الهاي فلاكس، عشان كده بعمل اكستندد رينج اوف موليكيول ريموف، بدل ما كان بيشيل 20000 يشيل 30 او 40. وده الميديم كات اوف ممبرين، مشكلته ان هو عنده قلب مليء لازم هيخرج معاك قلب 3 جرام 4 جرام 5 جرام في السيشن. الهيمو مضاعف فلتريشن دراجنج بعمل ترانس ممبرين بريشر، وكل ما زاد الكونفكشن فوليوم كل ما زاد الريموفال ريت، كل ما اشيل ميه اكتر بميدل مولكيولز ببيتا 2 مايكرو جلوبلين كل ما زاد الريدكشن ريشيو من العينين دول. يبقى الكونفكشن ديورنج هيمو باي فلتريشن از دوز ديبندنت. المينيمم تو هاف ا جود هاي افيشنت هيمو داي فلتريشن ان انا اسحب على الاقل 23 ل 25 اقل من كده يبقى ده لو افيشنت هيمو داي فلتريشن. طب ال 23 لتر دول هجيبهم ازاي من البيشنت؟ لازم اعمل لهم سبستيوشن مش كده؟ ارجعه مين؟ لإما باكس وده بنسميه اوف لاين، لإما من الدايلازيت وده بنسميه اون لاين. يبقى الاوف لاين هيموديفلتريشن از يوزنج ا بريبيرد باكس فور سبستيوشن. الاون لاين از يوز ا سبستيوشن فروم اون لاين برودكشن اوف دايلازيت. محتاج الترا بيور ولا ستيرايل؟ جبت رجلك في المطب، جبت رجلك في المطب ستيرايل شود بي ستيرايل. ده انجكشن ده بيخش دايركت على البلد، شود بي ستيرايل مش الترا بيور. طب الفرق ما بين الاسترايل والالترا بيور ايه؟ في البكتيريا الكام؟ اقل من 1 في المليون زي الووتر فور انجكشن. الاونلاين لازم الاونلاين تستخدم سترايل سبستيتيوشنز ديليفر فروم دي دايلازيت بوريفيكيشن باي اتليست ا دي 2 اندوتوكسين فيلتر. اوف لاين ده بيس بيستخدم في السي ار ار تي بس انا هنشوف. الترا بيور تمام تستخدمه عادي لكن ده مش فور انجكشن. في الاوف لاين تستخدم الترا بيور دايلازيت وتعمل سبستيوشن ديفايس بس. كل سي ار ار تي ممكن تستخدم الترا بيور دايلازيت وبس، بس انت طبعا بتبقى كلها غالبا من غير ووتر تريتمنت وهي باكس وهو هنشوف. يبقى الفلكس هي مرور الميدل مولكيولز او السمول مولكيولز، لو فلكس بيعدي السمول، هاي فلكس بيعدي الميدل مولكيولز، سوبر فلكس بيعدي الاكبر والاكبر، ميديم كات اوف. سؤال الدكتوراه انا حطيته لي من 5 سنين ده انا مش عارف كام. كان هاي كات اوف اوكي 45 هاي كات اوف لغايه الالجومن. فوق الهاي كات اوف في ايه؟ الادسوربشن هو حاجه مش حلوه وحاجه حلوه، نتفق انها حاجه حلوه ولا حاجه وحشه مش عارف. بعض الممبرين فيه ادسوربشن عالي معناه ان البروتين بيبقى ادسوربت على الوول.
فبيقل حوالي يعني بيتا 2 ينزل 17. لكن ده معنى ايه؟ ان الممبرين نفسه جه عليه طبقه بروتين فلوس اوف فانكشن فاولين. محاضره الفاولين دي اللي الممبرين فاولين دي كانت محاضره جميله جدا في المؤتمر الشمس عندنا. الممبرين فاولين يعني البروتين هتاك الممبرين يسد لي البورس يخش على الممبرين يقفله. دي الفاولين ودي خطر جدا في الهيموفايبريشن هنشوفها ان شاء الله. يبقى ويك تايم البرين كلوجين يقفل باي بروتين ويل كلوز ذا برين بورس افينومنا كولد بروتين فاولين. فاول فين الفاول؟ ها؟ فاول او ساعات بسميه كيكينج اوف ذا برين. تضرب البرين او تسد البرين كيك اوف ذا برين او فاولين اوف ذا برين باي بوزيشن اوف بروتين على الانترنال لوب. دي حاجه مش حلوه في رايي. الالترا فلتريشن اللي الدكتور احمد عماره بيسال عليها، الترا فلتريشن كوفيشنت والترا فلتريشن كيو يو اف، الفرق ما بين الاثنين ايه؟ كيو وكي. انما يا جماعه خلي بالكم الموضوع ده عشان مش هتحكي. كي يو اف از ذا دايلايزر كليرنس كاباسيتي. كيو يو اف اللي هو الترا فلتريشن ريت اللي هو ريت اوف ووتر ريموفر ملي بير مينت. هتلاقي انك انت حاطط على السيشن عيان عايز يسحب 3 لتر 3 لتر في الاربع ساعات تقسمهم هيطلعوا 750 ملي بير اور. ده بنسميه كيو يو اف زي كيو بي وكيو دي. بلاد فلو 300 كيو دي 500 كيو اف مش كده؟ تبقى لحظه صوت تقسميها على المينت 10 او 15 مللي بير مينت. بص كده؟ هو ده اللي بنسميه كيو يو اف. كيو اف ده المانيفاكشرنج ديتا او دايلايزر. لو اكتر من 20 تراديشنال لو فلاكس، لو اكتر من كده تراديشنال يبقى هاي فلاكس. عشان كده الهاي فلاكس دي اوبليجاتوري ووتر. وساعات الهاي فلاكس اكتبها كده ما بين قوسين كده internal hemodilution اكتبوها. هاي فلاكس is a term used في hemodilution عن طريق internal hemodilution من غير معنى substitution blind. هو منه في كده كيو هو الريت اوف ووتر ريموفر. انت بتسحب العيان 750 مللي في الساعه. كيو اف هو الدايلايزر سبيسيفيك الترا فلتريشن كوفيشن. هتلاقي الفلتر مكتوب عليه الالترا فلتريشن كوفيشن بتاعه 60 70 80 على حسب. دي حاجات انا بقيسه ب طرق كتيره جدا جدا وممكن استخدم موفايل بلاد ونستخدمه واقدر اطلع معادلات وكالكوليشن مش شغلك كنفرولوجيست. لكن انت هتلاقيه بريسكرايبد في الكتالوج او بريسكرايبد في الدوكيومنتس اللي معاك انك انت تقول انت عايزها. طبعا لو انت هتشتغل هيمودايل فلتريشن لازم يكون الدايلايزر الترا فلتريشن كوفيشن اكتر من 40 ل 50 ده مينيمم. الالترا فلتريشن هو موفمنت اوف ووتر من البلد الى بره عن طريق اثنين فورس نيجاتيف وبوزيتيف. البوزيتيف هو البلد بريشر اللي جوه الفلو. يعني بلد فلو داخل بيعمل فلتريشن. ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. كمان الدايلازيت انت بتحسبه هو اوتوماتيك كده ماشين بتعمل نيجاتيف بريشر فتسحب كمان ووتر. الاثنين في اي اتجاه؟ لبره. يبقى عندك ضغط داخلي بيفلتر لبره، ضغط نيجاتيف بيفلتر برضه فين؟ يبقى ده هو ده الترانس ممبرين بريشر. هو كميه الضغط على الممبرين اللي يقدر يحط. It's totally calculated by you that machine. ليس لك اي دخل فيه. انت بتحط الفلتر هي بتعمل اوتوماتيك كالكوليشن بتعرف انت عايز تسحب قد ايه في وقت قد ايه الفلتر كباست بتاعك قد ايه بتروح عامله ترانس ممبرين بريشر.
طب كل ما زود السحب زود البريشر نظريا يعني مش كده؟ يبقى الهيمو داي فلتريشن الترانس ممبرين بريشر بتاعه يبقى عالي عن اللايف فلكس ولا زي اللايف فلكس؟ عالي بالظبط. طب لما اعمل بقى سحب خارجي كده والنيجاتيف بريشر عشان اسحب الميه من جوه هزود الميدل مولكيول ريموفر ولا لا؟ مش كده؟ طيب وهجيب بروتين من العيان اعمله على الوول ولا لا؟ عشان كده الفاولنج مشهور في الهيمو داي فلتريشن بس. يبقى الالترا فلتريشن هو موفمنت اوف ووتر فروم ذا بلاد تو ذا دايلازيت باي تو فورسز بوزيتيف بريشر من البلاد ونيجاتيف بريشر من الدايلازيت والاثنين في اتجاه واحد. موضوع الالترا فلتريشن كوفيشنت ده بتاع الدايلايزر لكن الكي يو يو اف هو الريت والحد الامن للريت قد ايه؟ 10 مللي في الكي جي فير اور. لو العيان زايد عن كده ووتر هل ازود الالترا فلتريشن كوفيشنت الكي يو اف؟ ما اعمل ايه؟ ازود التايم. يبقى في حد امن للالترا فلتريشن ريت وحد غير امن للالترا فلتريشن ريت. ولو زاد الالترا فلتريشن ريت بيعمل ايه؟ كلمه واحده. واللي هيقولك كلمه واحده دي جايزه عظيمه جدا النهارده. مش عارف ايه بس. طب تكون ده لو اكستنسيف الترا فلتريشن هيقلل زيرو كيدني فانكشن. لكن لو اكستنسيف ريت يعني هتقعد تنزل هيقلل زيرو كيدني فانكشن لو خليت العين دراي. لكن انت عندك العين هايبر فوليميك وبتسحبه بسرعه. اريزمي كلمه واحده. ستايل برافو عليك. اسمك ايه؟ قوم يا عم. منين يا عم؟ ها؟ الاقصر. مش هتعرفوا الاقصر رجاله يعني. يعمل حاجه بنسميها اورجن ستاننج. يعني ايه ستاننج؟ يعني يسحب البلاد فلو للاورجن ده. يعني يقل البلاد فلو للاورجن ده. يحصل في الهارت ويعمل مايكارديال انفاركشن. يحصل في البرين ويعمل برين اسكيميا وستروك. يحصل في الانتستين وده سؤال اللي نزلته في ماجستير الكلى السنه دي. ابدومينال بين واسكيميك نون اوكليوسيف بريزنتريك اسكيميك. ده تندرج تحت كلمه واحده دي في الفيديوهات. بس اوعى تشير في فيديوهات هتاخدها اوعى تشير على النت. وإذا أنا ممكن أروح أعمل دي فيديوهات كوبي رايت. واضح؟ هو ده اللي بنسميه أورجن ستانينج. ماكسمايز الألترا فلتريشن ريت في وقت قليل بيقلل البلاد فلو لإمبورتانت أورجن هارت سيرفيلا سيريبرم تيستن يعمل لي إسكيميا وده بنسميه الستانينج. يبقى الألترا فلتريشن أو موفمنت الالترا فلتريشن يعتمد على ترانس ممبرين بريشر. كل ما البلاد باس واي داخل الفايبر كل ما بقى مور بلاد ايه كونسنتريشن. صح؟ عشان كده ساعات تشوفوه كده تلاقي الدم في الفلتر اللي داخل غير اللي خارج. من الكونسنتريشن الفرق. لو جبت الارتيريال لاين والفينس لاين حطيتهم جنب بعض هتلاقي الارتيريال لاين دايما افتح من الفينس لاين. وكنا زمان بنعمله فيجوال تيستنج كده بشوف المكنه بتسحب ولا لا تكون المكنه ما بتسحبش. فطالما لقيت الفينس اغلق من الارتيري يبقى في الترا فلتريشن نتيجه كونسنتريشن كبيره. الترانس ممبرين بريشر هو عباره عن بوزيتيف بريشر في البلاد سايد زائد نيجاتيف بريشر في الدايلازيت سايد. الباك فلتريشن قلناه ولا لا؟ كان باقي فيه ايوه
كلمة تاج عكس الـ عكس الطبيعي ديفوجن باك ديفوجن فلتريشن باك فلتريشن ملهاش يعني حاجة صعبة لكن هي اللي بيحصل هي والصعبة مش كده؟ تعالى نتخيل حاجة عرفنا يعني ايه كيو يو اف عرفنا يعني ايه كي يو اف طب انا حطيت فلتر للعيان الالترا فلتريشن بتاعه الكوفيشن بتاعه 60 والعيان زايد خلاص 2 لتر وانس البلد دخل الفلتر في اوبليجيشن للميه دي هتخرج لان البورز كبيره والفلتر بتاعك كبير وسحبه عالي جدا اكتر من الكميه اللي انت كاتبها على الهيموداليس ماشين انت بتقولي لي لو سمحت الهيموداليس ماشين شيلي لي 500 مللي بير اور اربع ساعات في 2 لتر اول ما توصل العيان الهيموداليس ماشين لقت نفسها مضطره غصب عنها لان الفلتر كبير والفرز واسع ونسبه السحب بتاعه عالي بتشيل 2 لتر في الساعه يعني في 4 هتشيل كام لتر؟ طب انت قلت الهيموداليس ماشين كام؟ 2 لتر طب الفرق ما بينهم قد ايه؟ هنعمل فيهم ايه؟ هنعملهم الماكينه هتعمله اوتوماتيك باك فلتريشن اوتوماتيك من غير وانت دريان صح؟ عمر الكلام ده ما يحصل في اللو فلكس. لأن اللو فلكس الأكتر فلكشن بتاعه ضعيف. أساسا. لكن يحصل في الهاي فلكس بس. يحصل باك فلتريشن نتيجة أوبليجاتوري لوس. أنا غصب عني كهيموداليس ماشين مضطرة إن أنا أشيل 8 لتر في الجلسة لأن ده نسبة السحب الأقل حاجة أقدر تحصل من الفلتر. وبالتالي حضرتك جاي 2 لتر يبقى انا لازم ارجع للعيان 6 لتر. نوصل للنقطة هنا مهمة جدا ان شاء الله، انا سحبت 8 ورجعت كام؟ يبقى ده هيمو داي فلتريشن ولا لا؟ لكن هيمو داي فلتريشن هنا من غير سبستيتيوشن من غير لاين ده داخلي ولا مش داخلي؟ يبقى عشان كده الهاي فلكس يسمى انترنال هيمو داي فلتريشن. طب هاي افيشنت ولا لو افيشنت؟ لو افيشنت اسمع هاي ولا لو؟ احنا قلنا فوق ال 22 لتر يبقى هاي لو كلهم 6 ل 8 لتر يبقى ده لو افيشنت هيموداياليسيس نراجع تاني عندي ديفيوجن اكوردنج لايه؟ الديفيوجن من البلازما هنا طب الديفيوجن من السيلز للبلازما ده اللي بنسميه سوليد فلكس ومختلف من ايه من واحد لواحد هو ده اللي بيحدد بعد كده الريباوند اليوريا الريباوند بتاعتها قليل البوتاسيوم الريباوند بتاعه فوسفيت الريباوند بتاعه اعلى الكونفكشن هو موفمنت اوف سوليد من البلاد الى الدايلازيت وذ ووتر وكل ما زودت الووتر موفمنت كل ما زودت الكونفكشن متفقين؟ اتفقنا كمان ان في حاجه بنسميها الترا فلتريشن يعني موفمنت اوف ووتر فروم ذا بلاد تو دايلازيت باك فلتريشن موفمنت ووتر او دايلازيت من دايلازيت سايد الى بلاد سايد طب انا لو استخدمت هيمو داي فلتريشن لازم اعمل سبستيتيوشن للكميه اللي انا بسحبها من خلال 20 22 23 لتر عن طريق لاين لوحده بقى او باكس دي اكتر من ان انا اعمل انترنال هيمو داي فلتريشن دي قصه ودي ايه؟ قصه ثانيه يبقى انا عندي كلمه باك فلتريشن نتيجه بريشر دروب ونتيجه اوبليجات الاوترا بلوس مالكش دعوه بالفيزكس دي كلها لكن هو ان جنرال البريشر بيقل جوه الفلتر والدايلازيت بيخش بالبريشر عالي ونتيجه البريشر دروب بيبتدي يحصل ايه؟ الباك فلتريشن يبقى الترا فلتريشن اند باك فلتريشن هو موفمنت
of water بس لما من جوه لبره من بره لجوه convection هو movement of water زائد solid واضح يا احمد الكونفليكت ما بين convection والالترا فيلتريشن الكونفليكشن يزيد طالما الالترا فيلتريشن يزيد مرة في هاي فاكس مرة في الساعة يعني مش هاي مش لا مش هاي 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 طالما الكمية أكبر من اللي أنت كاتبها للهيموداينامك ماشين لازم الهيموداينامك ماشين ترجع عن جزء الكمية صح؟ ترجعه في الآخر برضه ولا من الفلتر نفسه الترنر ولا أنت دريان أنت قاعد أربع ساعات مش واخد بالك وهو البريشر داخل الدايلازيت على طول على الجزء الأخير من الفلتر على طول يبتدي يحصل إنتاج فلتريشن وقت انك انت مدخل بلط ومدخل دايلازين في اوبليجاتوري ووتر لوس عشان استعمل اللمبه اللي فوق يدخل عشان كده اتس هايلي ريكومندد انك انت لما تيجي تستخدم هاي فراكس تستخدم ايه؟ لما تجيب برضه سراير برضه لا ما في برضه ووتر راجع عيان لا ده سؤال مهم جدا لاحمد عمار اللي هيجاوبه ليه تاني هديه النهارده معنا مين عمرو بن لوزو عمرو بن لوزو مين هيجاوب السؤال التاني ده؟ قول يا سؤال ما هو برضه في الاتش دي اف في ووتر راجع على العيان طب ليه ما احنا ليه مش هنحتاج استرايل او قصده في باك فلتريشن باك فلتريشن عيان دخلت من العيان اصلا؟ من الدايلازيت هو مش لسه خارج من العيان عمر ما هدخل العيان اللي انا هستخدمه منه هو جاي من الدايلازيت فريش ايوه بس هو كان بكتيريا مش في فلتر ورا هو بيقول استخدم الترا بيور دايلازيت ولا ستيرايل دايلازيت في الهاي فلاكس داس مين يوافع على الترا بيور؟ انا موافع عشان مستخبي وساعات الاجابه بتاعت السؤال بتبقى من طريقه السؤال الا اذا كان مع المحترفين زي ممكن يدي لك سؤال بطريقه معينه الاجابه لا تشمل طريقه السؤال تكون الطريقه المعاصره جد كبير وممكن اسالك السؤال بطريقه معينه او اقول لك بطريقه اخرى بس هما الاثنين يحتملوا نفس الاجابه وممكن اسالك السؤال تجاوب تلاقي ان انا مستغرب لما انا استغرب تغير انت اجابه السؤال دول الناس تقول لك ولا لها مش عارفين تقول لي كده كده طب اعمل لها كده تقول لي يعني غلط طيب يبقى كده لا مفيش كده او كده ده هو كده السؤال تاني هاي فلوكس داكس تستخدم الترا بيور ولا ستيرايل اند وات؟ الترا بيور لان الوتر لود اللي داخل العين رايح اقل مينيمم الترا بيور مش محتاج ستيرايل ليه؟ لان كميه الباك فلتريشن اقل بكتير جدا منه في الايه سبستيوشن دي واحد الحاجه الثانيه بقى المهمه عشان نعديها ان الديفيوجن بتاعت الباك ديفيوجن او باك فلتريشن اللي هيحصل هيحصل ثرو دي دايلسيس ممبرين. الدايلسيت هيخش على الدايلسيس منين؟ من الممبرين. الممبرين لحد ذاته بيمسك الاندوتوكسين. زي الاندوتوكسين فلتر. هو. ممبرينز ليه كاباسيتي للاندوتوكسين ريتينشن. فهو داخل الدايلسيت على البلط هيعدي جوه الفايبر، الفايبر هيمسك الاندوتوكسين. هو نفس الفلتر ده كبار من مش لا ما كل حاجه وكباستي
دخل 100 ان توكسن هعدي لك 10، هتدخل 1000 هعدي لك 100. صح ماشي كده. لكن احنا قلنا في الاول الليفر كان ميتابولايز اب تو 5 EU بير كي جي بير اور اوف اندو توكسن، بعدها اللي عايز هيسخن وتراجع وتبقى بتحتاج بجلاد. طيب يبقى ده باك فلتريشن، الترا فلتريشن، باك ديفيوجن، عمر اللوفلكس ما يحصل فيه باك فلتريشن صح؟ مفيش اوبليجات باللوفلكس. طب الهيمو دايل فلتريشن يحصل باك فلتريشن ولا لا؟ لا يحصل؟ لا يحصل؟ لا ما يحصلش باك فلتريشن جوه الدايلايزر لان انا عندي هيوج فوليوم اوف الترا فلتريشن، فبحتاج ان انا اعمل ترانسفير برين بريشر نيجاتيف كتير قوي لان بسحب 6 7 8 لتر بالساعه كده، مش اوبليجاتري بقى نص لتر ولتر واثنين لتر، لا انا بسحب هيوج فوليوم وده من اخطر البروجرام اوف دايلايزر هو الايمو باك فلتريشن، عنيف جدا بقى انه بيقعد يقعد يسحب الميه كتير، فمفيش مجال ان انا ارجع ارجع ايه ده انا محتاج اكتر اسحب اكتر واكتر. احنا قلنا في لايف فلكس المطلوب نص انا بسحب اثنين، في ليمو دايل فلتريشن هو بيسحب اثنين انا محتاج سته، يبقى لازم اعمل نيجاتيف بريشر ولا لا؟ نو باك فلتريشن في ليمو دايل فلتريشن، الباك فلتريشن بس في لايف فلكس. سؤال حلو اللي سبته ده، ها؟ ديسكرايب وين باك فلتريشن كان هابن ان ذا فولوينج في مدارس لو فلاس اي فلاس في مدارس فلتريشن اند بلازما فلتريشن. طبعا الحاجات بلازما فلتريشن ده هرجعه الاعداديه من اول وجديد لان البلازما فلتر ما فيهوش دايلازيت اصلا. هو دي ممكن كلمه عشان هو بس كويس ليه؟ اقول لك الكلام يبقى ما فيش باك فلتريشن. ده سؤالك يا احمد لو صبرت شويه كنت شفته، لان الدايلازيت فلو هنا جاي منين؟ الباك فلتريشن جاي منين؟ من دايلازيت، هيعدي كل الوول بتاع اليومن هنا بتاع الممبرين اللي فات ما فيهوش عدد. الاند توكسن هتتمس كده في الوول. عشان كده الترا بيور از ان فوليوم قليل ثرو ممبرين، ده بيخليك انك انت في ستيف سايد مع الترا. الهيمو دايل فلتريشن على الاقل محتاج اثنين اندو توكسنز ورا بعض، يعني ده يدي لده وده يدي للعيان اي في، ده على الاسيد ولا على البيس ولا على الووتر ولا على الفاينل ولا السوليد ستيكين. سبستيتيوشن فلويدز الهيمو دايل فلتريشن you need one filter ولا two filter and why؟ السؤال مش كده؟ السؤال الثاني endotoxin filter in hemodialysis machine is pre concentrate ولا post dialysate؟ السؤال الاولاني ليه اثنين endotoxin filter؟ عشان يقلبوا لك من الترا بيور الى ترايب. برافو عليك. ليه على الفاينل دايلازيت؟ لان دي اخر نقطه العين فيها بكام؟ واضح كده؟ ليه على الدايلازيت بعد الخلط الاسيد والبيز والميه والكلام ده كله والكوندكتيفيتي بتاعنا والدايلازيت يمشي قبل ما يخش على طول لازم تلاقي اندوتوكسن فلتر. لو حطيته على الميه بس تمام يجي لي اندوتوكسن بالبايكار يجي لي اندوتوكسن بالكونسنتريت، يبقى لازم في اخر نقطه احط الاندوتوكسن. الاسترايل في الاوف لاين اند اون لاين انكلود ووتر فور انجكشن، لكن الاوف لاين بجيبه من دانس ما بستخدمش خالص حاجه من المكنه، باخده باكس دي كلمه اوف لاين سترايل باكس ده في السي ار ار تي نرفع كل لازم سترايل سبستيتيوشن عشان يبقى اسمه علمي صح. اتس نوت ووتر
is substitution, في electrolytes, في base, في osmosis. لان هحمت ميه في العيان هيحصل لها مرض. ففي كلتا الاحوال طالما بقت حاجه فور انجكشن يبقى شود بي ستيرايد. عشان كده الامريكان ما عندهمش اونلاين هيموديالايزيشن. مفيش فاميلي اونلاين هيموديالايزيشن. على استحياء ولسه بيفكروا يطبقوه. لان هم غير مقتنعين ان الووتر دي استرايد من غير تعقيم، من غير اوتوكلاف، من غير من غير من غير. انت بتعقم الميه ازاي؟ او الدايلازين بالفلتريشن اندوتوكسين فلتر، وبتركب الاندوتوكسين فلتر وبعد 100 جلسه بتغيره. مش كده؟ ما بتقاس الهيمودايز ماشين، ما بتقاس الاندوتوكسين فراجمنتس. لا العيون في الميه نفسها ده روتيني. الهيمودايز فلتريشن از ا كوانتي كنترول لازم تعمل مونيتورنج للاندوتوكسين في الفاينل دايلازين. يبقى كليرنس movement of solids من البلاد الى الدايلازين، ده كل ده بقى ايه؟ تكمله. بيخرج منين؟ من البلازما ووتر. كل ما زاد الهيماتوكريت قل الكليرنس، وكل ما قل الهيماتوكريت زاد الكليرنس، وكل ما السوليدز كانت بتمر بسرعه كان اسهل، وكل ما بتاع كان اصعب وهكذا. هنا مهم جدا الاكوليبريم ده اللي احنا اتفقنا عليه. شلت من البلاد صح؟ البلازما ده انترستيشن كونسنتريشن بتاعه اعلى ولا لا؟ ثلاث مراحل بلط انترستيشن سيلز في اختراع رابع في حته رابع مفيش شلت في الدياليسيس من البلازما صح؟ فالبلازما ليفل وقع يبقى فين في الايه؟ الانترستيشن البلازما ينزل الانترستيشن من السيلز، السيلز تدي ايه؟ الانترستيشن بعد كده يدي وبعدين دول يدوا للدايلازين. مش هو ده السيكونس؟ كل السوليد اللي موجوده لها معاملات مختلفه جدا جدا في الدم. اليوريا اسهلهم واسرعهم. الفوسفين رهيب ضعيف بطيء جدا 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 في الحركه. عشان كده لما تيجي تلاقي لو فلكس من هاي فلكس من هيمو داي فلتريشن كميه الفوسفور اللي بتتشال اثناء الجلسه كله قليل. الحاجه الوحيده اللي تزود طيب مين اللي مين 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 يا عم مين؟ مين يا حسين؟ لا يعني المستشفى ايه؟ مركز ايه؟ يعني ساعة مدينة مصر. أكتر حاجة تحسن الفوسفيت ريموفل هو إيه؟ برولونج الدايز، نوكتورنا الدايز. لأن بشيل فوسفور من إيه؟ من البلاد. عقبال ما يحن عليا ويجي من السيلز بياخد إيه؟ يعني تو أورز فوتوغراف يعني؟ لا بتنفر فوسفور فاضي يعني. كم ساعة؟ كم ساعة؟ كم ساعة؟ البوتاسيوم اللي باوند فيه عالي. الهايبر كاليميا اول ساعه بينزل بوتاسيوم من 9 ل 6 اول ساعه الثالثه وتلاقيهم فيها وابتدى يتحرك ويقول لك الحمد لله وتكمل على نفس الراحه. بينزل بعد كده من 6 على مدار الاربع ساعات يوصل ل 5 صح؟ يجي بالليل تاني يوصل 7. عشان كده خلي بالك العيان اللي جاي لك هايبر كاليميا 8 او 9 اعمل له جلسه وخليه عندك لبالليل. اعمل له جلسه وخليه عندك لبالليل اعمل له جلسه تاني. واضح كده؟ هتروحه هجي لك تاني يوم بسبعه. انت بتشيل بوتاسيوم بس. لو جاي لك تسعه لا ما تستناش عليه بعد 48 ساعه. نمر تو 48 ساعه هو هيحسب الدم هيحسب الدم ممكن 12 ساعه على حسب المونيتور اوف بلاد ايه. انا كنت بمر في عين شمس التخصصي مع النواب ويجي لي عين هايبر كاليميك 9 اخد عينه بعد ساعه عليه 6 اول جلسه للعيان خلاص ما
بعد ساعه ونص وصل 5 ونص ولا خرفين قلت له بلغني بالبوتاسيوم بتاعه بتاع ايه بيبقى 7 سلام معاك نزله تاني لأن الفوسفيت يحتاج وقت طويل جدا 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 إن هو يخرج من السيلز يوصل للبلد وعندكم معلومة ما حدش يعرفها الفوسفيت عرضه من هو مولكيول صغيرة لكن لئيم بياخد 3 مولكيول مية معاه فبيمشي في موكب هو سمول لكن لازم ياخد 3 وحدات مية معاه فبيبقى قد كده فالريموفر بتاعه وحش الريموفر بتاعه صعب الاكوليبريم بتاعه من السيلز للبلاد عشان اشيله اون دايركت بياخد وقت طويل وهو ده اللي بيجيبه النوكتورنال هيموداياليسيس يعني لو انا عندي عيان هايبر فوسفاتيميك ومش عايز اديله فوسفيت بايندرز وعايز احسن له الفوسفيت ابيته معايا يعمل غسيل جلسه الثانيه والثالثه بروفايد ان هو كان يمنع الفود اديتيفز والفوسفيت ريتش دايت صح لكن ان جنرال دي تشوف اللو فلاكس من هاي فلاكس من ايه مضاعف التريشن هتلاقي الفرق بينهم قليل خلي بالك هتلاقي الفرق كبير جدا جدا فيهم في الكتالوج بتاع دارس يعني بتاع اي فلتر هتلاقي الفرق بينهم كبير ده 140 ده 180 ده 200 بس خلي بالك كل الداتا بتاعت الفلتر اللي تتعمل وتلاقيها عندك مكتوبه هي نتيجه اختبارات في الاكوا سوليوشن في الميه لا تمثل الا جزء بسيط من الواقع لان دي اختبارات معموله مش على بلاد ولا على بني ادمين لكن دي معموله على ووتر ونايم فيه شويه املاح اكواس تيست الكونفكتيف كليرنس عشان نخلص المورستيشن دي يعتمد على السيفنج والكي يو اف فاكرين كي يو اف؟ نهار ابيض اكثر فكريشن ملي بير ملي بير مين كيو بلوك كيو دايلازين كيو اف والسيفنج كوفيشن هو ايه السيلينج كوفيشن؟ ريموفينج كاباسيتي بتاعت البورز بتاعت الفيلم عشان ابسطها لكم تاني هتفوت بالرسمه دي سيبك من خلاص ده قلناه وده قلناه اللي هو نسبه تشيل ازاي الريموفر من ده ولا ده بروتين باوند ولا السيلينج كوفيشن هو فرق الكونسنتريشن من الفلتريت على البلاد عشان انا عارف ان احنا بنحب الدياجرامز والصور حطيت لكم الصوره دي سيفنج لو ده الممبرينز ودي البورز دخلت 10 مولكيول خرج منه 8 للدايلازين تراديشنال يعني اللي هي كالكوليشن عامل كده بقول له 8 من 10 يعني لو بلاد سايد في 10 مولكيول قدر ان هو يخرج من الممبرين 8 ويتفضل 2 بقى 8 من 10 وده مقياس مهم جدا للميد المولكيول يعني اليوريا والكرياتين والفوسفيت والكلام ده كله 10 من 10 البيتا 2 مايكرو جلوبلين تبقى 8 من 10 اكبر شويه للمايجلوبين حجمه اكبر يبقى 5 من 10 اكبر سنه كمان واوصل كده ليه الفا 1 مايكرو جلوبلين ولا كابا او لامدا رايت شيب الاقي بقت 1 من 10 في 10 الكات اوف يساوي سيفنج كوفيشن اوف 1 من 10 يعني ايه كات اوف؟ يعني لو دخلت 10 مولكيول من عبسميع اي حد اي اكس مولكيول 10 خرج واحد ورجع للعيان 9 يبقى ده بنسميه كاب اوف يعني ده الممبرين ده اخره
يا الاكس ده اللي دخلت 10 خرج بيه واحد، يبقى كام في المية؟ واحد من 10. هو ده السيلينج كوفيشنت ببساطة شديدة، تعتمد على الممبرين بورس. كل ما الممبرين بورس اكبر كل ما زاد المولكيولار ويت اللي هي اقدر اشيله. مايكروجلوبين بيتا 2 مايكروجلوبين الفا 1 مايكروجلوبين وات ايفر بقى اللي انت عايز تحط كافا لامدا لايت تشين. المايلوما بتتعالج بالهاي كات اوف ممبرينز بيشيل 45 مولكيولار ويت. هنيجي نشوف الجداول بعد كده، ده خلاص البتاع ده مش هتفرق معانا الكلام ده خلاص. هنا بس عشان نبقى عارفين ان مش كل ما زود البلاد فلو يزيد الكليرنس، مش كده؟ مش كل ما زود البلاد فلو يزيد لازم فيه ايه؟ ليميت. وكل مولكيول مختلف عن التاني، يعني اليوريا كل ما زود البلاد فلو يزيد عن الكرياتين عن الفوسفيت عن الالم. يعني مش تيجي اقول لي مثلا اخلي بلاد بامب فلو 600 ملي بير مينيت يبقى انا اجيب كليرنس، لا 200 يزيد شويه مش بنفس النسبه عند 300 يزيد شويه مش بنفس النسبه 400 عند 500 لان هو ما هوش لينير ما هوش طالع. اللينير كورليشن هو كل ما هتزود هيزيد بنفس النسبه، لكن ده نوت لينير. وكل ما زاد المولكيولار ويت كل ما قل الكليرنس. يبقى السيلينج كوفيشن كات اوف بوينت، سيلينج كوفيشن كات اوف بوينت يساوي كام من 10؟ 1 من 10. 1 من 10 معناه ايه؟ ان لو في 10 مولكيول دخلوا واحده بس اللي هتخرج وتسعه هيخرجوا للتحليل. بالبلدي كده بسميه هو الممبرين ده اخره كام يشيل؟ هقول لك ده اخره يشيل 40,000 مولكيولار ويت توكسيك. طب الكابا واللاندا لايت شين من المايلوما بوصل ل 45,000، يبقى الممبرين ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. هستخدم الاعلى منه، الكات اوف بتاعه 65,000 68,000 اللي هو الهاي كات اوف. لكن طالما وصلت ل 68,000 انا وصلت لمين؟ العمد الكبير ده الريس بتاع المنطقه اللي بيحكم هو الالجوريثم. يبقى بعد كده هشيل كابا ولاندا لايت شين وهشيل كمان معاه. تخيل ان جلسه الهاي كاب اوف دايرس الممبرين ممكن تشيل لي اب تو 20 جرام قلب هينزل. طب هو ينفع استخدم الهاي كاب اوف؟ وتقل ايدي بقى اقول عشان يعني خف بسرعه اعمل له هاي كاب اوف ممبرين وهيمو داي فلتريشن. ده سؤال تاني. Describe which of the following is suitable for hemodiafiltration. Low flux, high flux, medium cutoff, high cutoff. يعني medium cutoff ما ينفعش. هيبقى استخدم مين فيهم؟ Again, MCQ. هو medium cutoff هات كام يا ليه؟ مسموح ليك انك انت تسال زميلك. Medium cutoff هات كام؟ ده كانت 45,000. هاي كات اوف لو العيال مش محتاج هاي كات اوف خلاص. مين موافق على اللو فلكس؟ لو حد موافق على اللو فلكس هاخده بعد واروح والله ما كمل. طيب مين موافق على الهاي فلكس؟ كويس. طب مين موافق على الميديم كات اوف؟ عمرو اوعى كده اوعى ترفع ايدك يا عمرو. مين موافق على الهاي كات اوف؟ ببساطة شديدة أنا عندي ليميت أشتغل عليه في الهيمو دايفلتريشن. هيمو دايفلتريشن بيسك برنسبل إز ريموفال أوف إكسسيف ووتر أندر دراجينج فورس. هسحب مية كتير بالألترا فلتريشن وأرجع سبستيوشن. متفقين؟ لو استخدمت ميديم كات اوف او هاي كات اوف وعملت السحب ده بايدي كده شديت من جوه ده انا مش هخرج قلبه من ده انا هغرق الارض قلبه.
لان استخدمت فرصه عاليه جدا 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 لسحب الكونفكشن فوليوم اللي انا عايزه، وبالتالي خليت الالبومين بالذات الالبومين الموليكيول نفسها كود بي سكويز تشفت غير المايكروبين غير بعض الموليكيول بتبقى مدوره، لكن الالبومين ممكن قاعد عليه. عشان كده هيمو دايفلتريشن with medium cut off and with high cut off don't mix. تاخدوا high cut off تاخد، تاخدوا medium cut off تاخد. هتستخدم هيمو دايفلتريشن يبقى اخرنا ايه؟ والى الالبوم نتيجه اخر حاجه هناخدها في البرنسبلز هو الفلو اوف ذا بلاد اند ذا دايلازيت جيومتري. دايما هلاقي حاجه بنسميها ديسكريبنسي. ديسكريبنسي يعني هلاقي البلاد فلو جوه الفلتر سريع في السنتر طريقه سريع، والدايلازيت في العكس من بره لجوه. طبعا لو حطيت الدايلازيت من فوق كده لتحت دي كانت هتحمل كل الجزء ده طبعا. يبقى ده الدايلازيت فلو والبلاد فلو. دايما هلاقي السنتر اوف بلاد سبيد اسرع منه في البريفير. حضرتك لما بيحصل فلتر يشعر معاك بالبلدي كده اللي هي بلاد ستريمز، بيبقى في البريفيرال ولا في السنتر؟ في البريفيرال، لان في ستاجنيشن اوف فلو، لان جزء البريفيرال دي البلاد سبيد قليل والدايلازيت فلو عالي، وبالتالي الهيمو كونسنتريشن اكتر، وبالتالي يحصل له ستريكس. واضح؟ يعني البلاد فلو هنا في السنتر كويس جدا وسريع، في البريفر بطيء ممكن يوصل لنص سرعه السنتر، والعكس في الدايلازيت. فانا قاعد بسحب اكتر فلويدز وهو بطيء اصلا، فبالتالي استعمل اكتر فور كلوتنج، وبالتالي يحصل ستريكس في البريفر. تمام؟ ده دايلايزر جيومتري. ممكن نستخدم المايكرو انديوليشن هنشرحها في الممبرين. دي الكلاسيفيكيشن اللي كلكم تبقوا عارفينها. انا بحترم الناس اليابانيين، ناس كونفايف عارفين هما بيعملوا ايه. قال لك الدايلايزر كلاسيفيكيشن ده تقول لي لو فلاكس ولا هاي فلاكس ولا توجع دماغي. هو اكوردنج للبيتا 2 مايكرو جلوبين كليرنس بيبتدي من واحد، واحد واثنين ده لو فلاكس، هاي فلاكس، سوبر فلاكس، لغايه ما نوصل تايب 5 اكتر من 70 مللي بير مينت بيتا 2 مايكرو جلوبين. وهو ده بصراحه اللي انا ايه شايفه كويس. طيب لو جيت سالتك سؤال كلينيكال اسال على طول في الماجستير كده، ايه الفرق ما بين اللو فلاكس والهاي فلاكس؟ هتقول اللو فلاكس البول دايمتر، الهاي فلاكس البول دايمتر، اللو فلاكس ما فيهوش كونفكشن، الهاي فلاكس دي اللو فلاكس ما فيهوش بيتا 2 مايكرو جلوبين امينو من الدور ريمون، الهاي فلاكس بي. اللو فلاكس ما ينفعش استخدمه في الهيمو، الهاي فلاكس استخدمه. الالترا فلتريشن كونفيشن بتاع اللو فلاكس اقل من 20، هو يعني باي اتش دي اي 12 واكتر من الحته الكبيره بقى السيفن كوفيشن اوف ميتا بيتا 2 مايكرو جلوبين لازم يكون في لايف فلاكس اكتر من 6 من 10. عرفت الجدول؟ لو فلاكس هاي فلاكس. دور تاني؟ طب قولي يا ناس. طب قولي يا ناس بس عشان يكتبوا ده عشان الفول سايز في اللو فلاكس اقل من الهاي فلاكس. يبقى البول دايمتر يبقى واحد في الفرق بينهم البول دايمتر. لو هاي سمول يو بيك. هنا ده باي ديفيوجن، هنا باي ديفيوجن اند كونفكشن. اكتر من 20. في اللو فلاكس اقل من 6 من 10. تمام؟ بالظبط كده. اخر حاجه قبل البريك
انا خدها انا عارف ان انتوا تعبتوا صح؟ نعم السيمن كوفيشن ده حطيت من برين. بص يعني انا بدرس موضوع السيمن كوفيشن ده هو موضوع مش سهل على فكره الموضوع وبقيسه بقيسه كلينيكالي ولابراتوري يعني بعرف بقيسه ازاي ويتقاس بأي طريقه لكن هو يعني للامانه الشديده هو صعب في الفيزيكس لكن انا شايف ان دي اقرب ديفينيشن للسيمن كوفيشن ده الممبرين ودي بورس دخل 10 خرج 8 رجع للعامل 2 يبقى السيمن كام؟ 8 من 10 دخل 10 خرج 1 ورجع 9 من 10 يبقى دخل ايه؟ كات اوف ممبرين يبقى نهايه الكات اوف بتاعه دي علاقه طبعا بالفول دايركت ده هو اعتماده الاساسي على الفول دايركت بتيجي تعمل عصير رمان بتحتاج سيمن هاديه شويه من كده تعمل عصير ليمون كده لان في فرق كبير جدا ما بين الكمبوز هو لازم تبقى فاهم الفاينل كده ديفرنشيشن لان ده سؤال مهم What is the difference between low flux and high flux in details? تقول ده البوتيامتر كذا ده البوتيامتر كذا ده لو كيو اف ده هاي كيو اف ده كان ريموف سمول مولكيول ريموف سمول ات ميدل مولكيول ده ديفيوجن اونلي ذا ديفيوجن ويز بروتكشن نوت سيوتبل فور هيمودايال فلتريشن سيوتبل فور هيمودايال ممكن الامتحان يحصل فاتقتل كده صدق لو صدق ديس الامتحان خلص ازاي؟ خلص عشان كده بقول لك اعمل ايه مودا فلتريشن ايه الاحتياجات؟ لو ولا هاي قلت لي لو فلاكس صدق ديس خلص بنشوفها اه بنشوفها بقول له الامتحان خلص خلينا نسال سؤال تاني لو والله المره الجايه كمان ست شهور ليه؟ لان ده فول عنيف في البيس مش كده؟ ما ينفعش ان انا استخدم لو فلاكس في كونفكشن ثيرابي او ليمودايزر. كل ده هتقول لي مش دي لا دي حاجه ثانيه خالص. يعني يجي بقى كل الليبيشن ينجي كلينيكال لما اجي اسالك ايه الانديكيشن اوف ليمودايزر فلتريشن هنبتدي بيها بعد ما تكتب ان شاء الله. هيمودايزر من برين بقى ده موضوع لطيف يعني لذيذ. لسه يا جماعه لسه مفيش لسه دلوقتي في هيمو دايس من برين لمده ربع ساعه وبعد كده في غدا في سندوتش يعني هو مش غدا قوي كان قلت له زود الكونكريت يعني ممكن الفريكوانسي ممكن شورت ديلي دياليسيس ممكن دكتور هيمو دياليسيس لكن ما تقوليليش ان الهاي فلاكس هو يعني اللي هيحل القضيه ممكن ديلي تعمل خمس ست ايام في الاسبوع ده بالهايبر كاليميا الهايبر كاليميا ريباوند لان ممكن تموت العيال لكن الفوسفور ما تعملش كل يوم ما تعملش تقعد ليه لكن لو جاي لك عيال بوتاسيوم 9 حط عينك عليه بالليل لا هو يعني ده الماكسيمم ديلي ماكسيمم ديلي دايلسيس 5 ايام في الاسبوع 5 ايام في الاسبوع شورت ديلي هو نفس الكونسنتريشن
بس هو نفس الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما ايزوتونيك سوليوشن. الهيموداليس ميمبرين نتيجه طبعا المورتاليتي العنيفه جدا في الدياليسيس فابتدى يحصل بروجريس شويه. البلاد ميمبرين رود انا دايما اوصف المشوار بتاع الدياليسيس كانك طالع مشوار. المشوار ده يتكلف من حضرتك 4 ساعات صح؟ البلاد هيفضل ماشي جوه اليومن بتاع الفايبر خلال 4 ساعات رايح جاي. فوليوم اوف بروسيست بلاد يعدي 80 لتر مش كده؟ يبقى الفوليوم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو كيو بي 300 مللي بير مينت في 60 في 4 يساوي الفوليوم اوف توتال بلاد بروسيست. البلاد كونتاكت بقى الممبرين ده حاجه رهيبه جدا. اتفقنا ان الدياليزر يوجوالي كام؟ 10,000 فايبر ده الكلام ده لو هو 1.6 ال 10,000 فايبر لو حطيتهم جنب بعض بالطول كده ورا بعض يطلعوا 3 كيلو متر ده من هنا للجامعة يفضل فريش فيهم يحصل كونتاكت بسرعه البلاد في ال 10,000 دول اللي هو 26 سنتي 3 كيلو متر كل 15 ثانيه. كل 15 ثانيه البلاد يقابل الممبرين يطلع الكليرنس ويديله شويه محاليل وهو الاكل كل 15 ثانيه. الاربع ساعات الدياليس سيشن كانها 3,000 كيلو متر كان البلاد عمل مشوار من القاهره لندن. تيجي تجمعها كده 10,000 فايبراية 26 سنتي كل 15 سنتي 15 سنة بيعدي على الفلتر يطلع ويدخل ويطلع ويدخل وي كونسنتريشن جريدينت وكونفكشن ولسني والترا فلتريشن على مساحة في الأربع ساعات 3,000 كيلو متر. الألترا فلتريشن هو زي ما بتحدد الهاي فلكس ألترا فلتريشن والكليرنس والسيلينج وزي ما قلنا إن البيتا 2 3 مايكرو جلوبال سيلينج في الهاي فلكس عشان اقول ان هو هاي فلكس في الاوروبيان جايد لاينز لازم يكون اكتر من 6 من 10. الممبرين نفسه ممكن يبقى ممبرين كويس لكن نتيجه لذلك ان هو مش رف يعني الرفنس فيه عاليه فيبتدي يحصل كلوتنج. يعني الممبرين كان انديوست كلوتنج. الممبرينز كتير قوي مش هنتكلم على السليلوز لكن هو ليه باك بون او الاساس بتاعه هيدروفوبيك فلكس والترا فلتريشن بايب كومباتيبلتي لازم يكون سموث. ليه سموث؟ عشان نوت انديوس كواجيليشن. الممبرين زي ما قلنا برضه في السلايدز قبل كده ان في وول وفي الانر سكين لاير اللي هي بتحدد ستيم واللي بره اللي بتحمي من الاندوتوكسين ترانسفير. هذه اللاير الاساسيه هو ده اللي بيحدد السيم. يعني الهاي فلكس من اللو فلكس بيفرق هنا؟ لا. بيفرق فين؟ في دي. اللي هي السيفنج لاير اللي هو بيتحدد انهي المولكيول اللي هتطلع وانا اللي هتبقى موجود. هي دي السيفنج لاير اللي احنا بنقولها. دي كلاسيفيكيشن تاني في موداليسيز من بريد اكوردنج للبيتا 2 مايكرو جلوبرين لو 1+1 لو فلكس. بيتا 2 مايكرو جلوبرين كليرنس كليرنس قبل وبعد كليرنس اللي قبل فلتر وبعد فلتر ده الممبرينز ليه ستيفنس وليه هيدروفيلستي وليه شير ستريس والكلام بقى ممكن يعني نقعد فيه 3-4 ساعات نتكلم في الموضوع ده وخصوصا ان هو تبع لكن عشان اشتغل ايه ولاي فلتريشن لازم يبقى فيري سموث لازم البلاد كونتاكت بتاعي يبقى كويس ما يبقاش فيه اندوتوكسينز هاي بيتا 2 مايكرو جلوبين والفورس بتاعتي ماكسمايز ده عشان اقول ان الممبرين ده سيوتابل فور هيمو دايف فلتريشن. تراديشنالي كده عشان تقول يلا نعمل هيمو دايف فلتريشن محتاج للادلت سيرفيس اريا يوجوالي 1.8 اند اباف مش اصغر
محتاج ان يكون سيبل كوفيشنت اوف بيتا 2 مايكروجلوبين 8 من 10 7 من 10 عند بعض. تمام؟ هو ده احتياجك الرئيسي في الهيموديفيلتريشن. اشتغلت على فكره في الموضوع ده كتير جدا في الهيموديفيلتريشن والبارتكلز والووتر والكلام ده مش هنتكلم فيه ده لان ده موضوع صعب جدا. ولكن هو ان جنرال الاكسبتنس ان الممبرين لازم يكون فيري سموث تو افويد فايبر كلوت. لو هنا في رفنس اثناء مرور الدم مسافه 3000 كيلو متر في الجلسه الواحده هيعمل استيميوليشن فور بليتلت ويعمل استيميوليشن للكواجيليشن ويبتدي يحصل كلوتنج. في كمبيوتر سكانينجز وبشتغل على القصه دي ازاي احسن الفلو ديزاين واحسن الامبروفمنت ولا اخره ما هيش قصتك. لكن في الاخر بيجي لك دايلايزر with optimized flow. اللي يهمك السلايد دي اللي هنقفل بيها النهارده دول هنعاودهم تاني في السلايدز اللي بعد كده قبل ما تطلعوا من الريست. How to choose a dialyzer. لما تيجي تطلب as a manager dialyzer لازم تبقى عارف ايه السبيسيفيكيشن اللي هتطلبها بالظبط واللي هيجي لك هو اللي انت يرضيه ولا لا يرضيه. ممكن تقول بولي سلفون، ممكن تقول بوليامايد، ممكن تقول بولي ايثر سلفون، ممكن تقول بي ام ان ايه، كل ده عباره عن فايبر ماتيريال. صح؟ ممكن تقول لو فلكس وممكن تقول هاي فلكس. السايز ممكن تقول عايز 1.3 سكوير متر أو 1.6 أو 1.8 أو 2.0 according to the average body weight اللي عندك. مفيش calculation محددة تقدر تقول إن الويت ده ياخد ده، لكن أنت في الآخر دي كي دي أوفر في لازم تحققها. حققتها في ويت صغير على 1.3 وين أند جود. واحد وزنه كبير جدا وحطيته 1.6 وما حققتش ممكن تزود surface area 1.8 أو 2.0 وهكذا. البايكومباتيبلتي لازم يكون الممبرين تقول له بايكومباتيبل ولا لا، طبعا كل سينثيتك بايكومباتيبل. في انواع كتير من الاستراليزيشن ستيم او جاما او اس اي او اي بي. الاي او ده بطلنا استخدامه. يعني بقى نادرا ما تلاقي فلتر اثيليك اوكسايد بيعمل هايبر سينثيتك ريأكشن بيعمل تشست بين في اول الكلاس. الكلوتنج ممكن مع الاستخدام الاقي الفايبر ده في كلوتنج عالي جدا من فلتر لفلتر. واخر حاجه الكليرنس فاليو. لكن الكليرنس ده كله ان فيترو ويعتمد على اكوس سوليوشن لا يمثل الواقع، لان الواقع بلاد بلازما ترستيشن اند سيلز يبقى ايه مختلف منه. لكن كل ما زاد الكليرنس ان فيترو كل ما كان افضل في البرفورمانس ان فيفو على العين. اخر حاجه الجيومتري اوف ذا فايبر. الجيومتري معناه ان الفايبر دي ستريت ولا ايه ولا ايه ولا نوت ستريت. دي ستريت ولا انديوريتد. ركز معايا، هل ده ستريت ولا انديوريتد؟ الانديوريشن بيحسن البرفورمانس اوف داس. ليه؟ لانك انت لما تستخدم مايكرو انديوريشن ونطت منك في السويمنج بول هتلاقي الدايلازيت كله حوالين الايه؟ الفايبر. يبقى في بروسيس اوف ديفيوجن اند كونفكشن. لان لو هي ستريت بهذا المنظر على طول هيحصل ديد سبيسز ما بين الفايبرز اند ذا ووتر او دايلازيت باث واي، وبالتالي هتفقد كتير جدا من الفانكشناليتي اوف ذا ميمبرين. لان الميمبرين to be well functioning محتاج ان يبقى حواليه داير بيدور من اوله لاخره دايلازين. لو ما وصل بعض الاماكن ما فيهاش دايلازين يبقى ده non functioning part او بنسميه dead zone او dead area، فانت غير مستفيد. فجاي فلتر 1.6 او 1.8 لكن الفانكشناليتي بتاعته 1.3. يبقى I should look for the micro induction as well. ليه؟ To better have an adequacy matching dialysis blood and dialysate matching well.
اي حاجه فيها اسئله في الفتره اللي جايه ممكن ناجلها لبعد ايه البريك. هنقعد ساعتين عقبال ما ناكل طاري الدور.